من داخل الوطن وحتى من خارجه. رحبوا بكم معنا مشاهدينا في رابع عدد من برنامجكم مع سبق الإصرار والترصد. معروف أن الأم مدرسة، إذا صلحت يصلح كامل المجتمع، وإذا ضاعت يضيع كامل المجتمع. في حكاية اليوم راح تشاهدوا واحد السيدة، حتى ما نقولش أم، ما نقولش أم، لأنه هاد السيدة في لحظة قررت أنه تتخلى على أمومتها وتشوف غير حياتها، وفي هذيك اللحظة بالذات كانت ضيعت نفسها وضيعت ولادها. مشاهدينا، ما عليكم إلا أنه تركزوا في هذه الحكاية مليح مليح، لأنه راح تعرفوا فيها على ضحايا المجتمع وضحايا هذه الجريمة. متابعة طيبة. بتاريخ 21 شوان 2007 تحركت فرقة الشبكة القضائية التابعة لأمن دائرة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة في مهمة تنظيف المناطق العشوائية من المخدرات والبحث عن المروجين وتجار السموم في الشوارع. فرقة الأمن هذه كان مرافقها فريق تلفزيوني اللي كان يحضر لإنجاز روبورتاج حول تعاطي المخدرات في الجزائر وخطورتها. نشفى أنا في 2007 كنت صحفية بإحدى الجرائد الوطنية، وكما كنت نشتغل في قسم الأحداث كانت معي زميلة كانت هي اللي تناولت هذه القضية. العملية بالنسبة لهذه الفرقة كانت سهلة، لأنهم الناس متعودين على مثل هذه المهمات، وبالفعل قدروا يلقاو الشيء اللي يبحثوا عليه ولقاو القبض على شحال من مروج ومستهلك في نفس الوقت. وهذه التصريحات اللي خذيناها من الأرشيف هي الدليل على نجاح هذه العملية. لقينا عنده ست نشاطيات كاشيات، هاتوا مدى الكوراج، لقيناهم ديجا يتنيغوسيو باش يشريالين، وهذاك الشخص هذاك اللي باعلو ديجا حكينا من قبل عنده أردونونس كومسي مريض، يستغل الأردونونس هذيك ويشري بها ومن طون يعاود لهم بيع. دوزيام ديجا يشريالين، لقينا داير لقينا عنده يسون دارجون امبورتونت، أمر اللي يدل باللي هذا السيد هذا راه يزاور راه يتاجر بالمؤثرات العقلية. خلال هذه العملية حدث واحد الأمر بالصدفة، أمر اللي ما كانش في البال. من بين هذه الناس اللي تم القبض عليهم كاين واحد الشاب اللي عمره ما يتجاوز 22 سنة، كان في حالة كارثية من تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة. هذا الشاب من اللي شاف الشرطة وهو خايف ويبكي ويعيط. كنت أنا وصحابي كنا في البحر كالعادة، هذيك هي بلاصتنا اللي ريحوا فيها، وكل واحد واش كان يدير، واحد يعمر وواحد يشرب، كل واحد واش كان يدير. هذاك لو مومون تاع العمليه كان واحد منهم شاب في العشرينات من العمر، واحد العشرينات، واحد منهم كان يتعاطى المخدرات مع الشباب في هذيك المنطقه قدام البحر، داواه عندهم المخفر، هضروا معاه قالوا له، وهو كان ديجا متعاطي المخدرات، حكموه كان عنده الزطلة باينه بلي تنقل هذاك الشيء. هذاك كان يتكيف المخدرات ويشرب الكاشيات، كي داوى على المش صابوا عنده المخدرات كاشيات كلشي صابوا عندهم. كي سقسوه اعوان الشرطه على باباه وراه وعلاش وصل به الحال لهذه المرحلة من الإدمان، قالهم بابا من ضحايا الإرهاب مات وأنا صغير، والفقر والشوماج هما اللي خلوني ندي هذا الطريق. بعد ما أصر عليه واحد من عناصر الشرطة وطلب منه أنه يقول له باباه وين راح باش يتصل به، انفجر بالبكي وبدا يقول بابا راهو مقتول، بابا راهو مقتول ومدفون عند الباب. أنا ما قلت غير الصح والصراحة قلته. ثم كيسمعوا لابوليس فتحت القضية، حكى لهم يعني بالتفصيل كيف هذيك المحنه هذيك واش في عقله،
الور ما حبيناش نصدقوا هذه هي مي با لا سويت نتو بليجي نصدقوا باسكو ما عاد سمعنا بلي واش كاين. في ذيك الدقيقه الجميع ظن انه هذا الشاب راه يخرف ويتكلم اي كلام، يعني باش يبرر عمته والمخدرات اللي لقاوها عنده. لكن بعد مده وبعد ما قال امور بانت الاعوان الامن تقدر تكون منطقيه، الناس كامل اندهشت وبداوا يشوفوا في بعضهم. ومن هذيك التصريحات اللي قالهم وليد لمصالح الامن من ثماك بدات الحكايه والتحقيق. اصل هذه الحكايه بدا مع هذه المراه المدعوه حده، واللي في عمرها في ذاك الوقت كان 38 سنه. حده متزوجه وام الاربع اولاد بنتين وزوج ولاد. يقولوا بلي تخدم في الديار يعني فام دو ميناج، لكن بعد ما بحثنا لقينا بلي كانت تبيع وتشري وكانت عايشه ومعيشه ولادها من عند الناس. انا بابا كان خدام ما قري شهريه قليله، كنا واش كانت بربي بتاع نعيشوا بها الحمد لله. هذا زوجها عمي رشيد في عمره 55 سنه، انسان مريض وحالته حاله، خدام عساس في الباركينغ تاع البلديه، معاق وقد قد روحه، يخدم باش يوكل وليداته. بابا انسان مريض، انسان معوق، ويخدم عساس في باركينغ. والناس مناح وعلى كل حال، كان يخلص قليل يعني كيما كان يخلص مليون، وحد وحد روحه من الخدمه للدار، من الخدمه ما يتكلم ما يهضر ما. كان حارس في البلديه تاع عنطايا معوق. حد اللي حكينا عليها قبل ما تكون زوجة عمي رشيد هي بنت عمو. كلمة ما تزيدهاش. لازم تعرفوا باللي حدة هي اللي تحكم وعمي رشيد ما يقول غير أنعم وحاضر. بنت عم هذي عرفتك فيه. كانت فاميلتو زوج بها بصح مسكين ما ينطقش قدامها. وكان رايها هو اللي يمشي، وكانت حتى هي تحكم في عمي رشيد. كيخاف من يما بزاف، مسكين ما يقدر يدير والو مسكين. كانت صعيبة بزاف وعرة بزاف، مليحة. كلمتها هي بجوز هو من داك يدفع بي وري صوتو يعيط مع الحاجه ما تعاود تركب ما يقدرش يهضر والو والو ما يقدرش يهضر مع قدام. دارت له الفيطو عليه ثم ما كاش ولا يسكت مسكين ويحملها في هذا الوقت يعني في سنه 1993 كانت الحاله صعيبه ولا امن والعشريه السوداء والناس كامل كانت من الخدمه للدار من الدار للخدمه، وهذا كان حال عمي رشيد اللي كان من الخوف يدخل بكري لداره. كان ذلك الوقت وقت الارهاب كنا نخافوا بالك ترقد صباح ما تطوش. هذا وليد صغير واللي تحداو عمي رشيد وهذه اخته صغيره. كانوا قراب لباباهم بزاف وحنان عليه. وكل ما تعيط عليه يماهم يبكي وما يحبوش عليه. تلقاهم معنقينه طول النهار ويلعبوا معاه ويلعب معاهم. وحتى هو كانوا شغل عينيه اللي يشوف بهم. المهم انه عمي رشيد كان حنين على اولاده اكثر من يماهم اللي جابته. كان حنين بزاف، كان ينحي من لحمه باش يعطينا، باش يعطينا ناكلو، ومسكين كان عاجز ما يقدرش هكذاك وبالقليل وكان يعطينا ما يخليناش، ما كانش مخلينا. كان حنين معنا لدرجه ما تقدرش تصور. مام حنا كنا نحبوه بزاف، كنا نحبوه بارابور مالغري يمانا مي نحبوه بزاف. أنا عمي كان حنين بزاف بزاف على ولاده، ينحي عن فمه ويعطيها لولاده، راه كان حنين بزاف بزاف، ينحي من كرشه ويقعد هكذاك ويمد لولاده. نهار بعد نهار كانت الحياة بين هاد الزوج صعاب. كمل القهوة تاعك ساعة. صعاب لأنه عمي رشيد ومرضه خلاه ما يلعبش دوره الكامل في الدار ووسط العائلة، يعني دور الراجل في عائلته. هيا بالساعة هيا. مع المرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وزيد حدا اللي كانت شخصيتها قبيحة وواعرة وديما برا الدار كل ما يحكي معاها زوجها تزقي عليه وتقول عرفتك أنا عم كانت سب راجلها وحكوا لي عليها، حكى لي عليها رجلي وحتى الجيران حكوا لي عليها وكانت تقول له كلمات ما تسمعوش يعني لهلا تربحك الله يعطيك الموت ما تخليلوش تسبوا بالكلام اللي ما يتقالش كاع ما يتقالش كاع هو ما يقدرش يواجب ما يقدرش يواجب ساكت برك كانت سبابه كانت تسبو تقول له سمحوا لي العباره هذه تقول له انت ماشي راجل واش هو غير سبان سبان لما يجيش في العقل كاع انسان دا كلام لما ما فيهمش سبو ما تخليلوش تعايروا وتواسيلوا
حتى لهذه المرحلة الحياة ولات ما تنطقش بيناتهم، يعني بين حدة وبين زوجها عمي راشد، المشاكل، العياد في الدار، والولاد يشوفوا بعينيهم، وحتى الجيران كانوا كارهين هذه العائلة بسبة حدة اللي كان واحد ما يسلك منها ولا من قبيحتها. ما كانش اللي يحكم فيها، راسها يابس، واش تحب الدار؟ قبيحة قبيحة فوق المستوى يعني. ما كانت خاف حتى واحد، كان هما اللي يخافوها. مش يخافوا منها كما قالك خوف من ربي، مي هي كانت عندها بزاف معلقات تاع برا، كنا نخافوا، كانت وقت الإرهاب ولا خوف ما. فهاد الحكاية كاين واحد الشخص اللي لازم تتعرفوا عليه، هو عبد الرحمن اللي في عمره 44 سنة واللي كان من سيدي عيسى يعني ولاية مسيلة. هاد الشخص يقولوا بلي يخدم كل شيء، يعني كما نقولوا ينافيغي. عبد الرحمن كان يعرف حدا مليح وكانوا حباب وصحاب ويشوفوا بعضهم كل يوم، يعني كانت بيناتهم علاقة، وكان عبد الرحمن يجي للدار عمي رشيد كيما يكونش. سما كنا نشوفوه يدخل واحد ما يتكلم واحد ما يهضر، سما قلنا بالك واحد من العائلة ديالهم ولا. حنا كنا نشوفوا واحد الانسان غريب كان يدخل للدار هذه، هذا سيد على اسمه غريب واسمه عبد الرحمن، هذا سيد من سيدي عيسى كان يجي تما، حنا قلنا بالك فاميلتهم. كي وصل ما عنده حتى راي معاها، هي لقات غرضها ولقات رايها واش دير واش تحب. كي ولات دير واش تحب كيفاش يقولوا تمادات ووصلت دارت واش دار اللي دارته. يجي حتى في الليل كي يكون عمي رشيد راقد في بيته، حقيقه عرفنا بلي كان حاجه ما بينه وبين اسمها حدا. العلاقه بين هاد الزوج كانت قديمه وكانوا كامل جوارين على بالهم بها. الجيران كانوا ساكتين لانهم خايفين من حدة ومن زعافها ومن لسانها طويل. هذا عبد الرحمن سمعنا به هو سيدي عيسى، كان الراجل كي يروح يخدم الاخر يدخل الدار او قاعد في الدار. عبد الرحمن من بكري يجي للدار، ما كي كان بابا ما بتاتو سهله، خلاص كل يوم يدخل يخرج. ايه قال لي راجلي بلي كان يعني تجيب عشيقها يعني البيت، كان يتعيط له يجي لها. ايه كان يدخل، كان تجيبه للدار رجلها تم مسكين. هي حقيقة كان هو يدخل وسمع عمي رشيد داخل الدار. عندما تخون هذا الزوج وما كاش مبرر للخيانة الزوجية، تخوني زوج وتصبح يعني المهام تاعك بدل ما تكوني أم تصبح أم، نقول أنها عاهرة تمارس تعارف في أمام أبنائها وفي بلاد مسلم وفي وسط رجال وفي وسط حومة، يعني حومة شعبية، حي شعبي ما يقبل حتى إنسان أن تكون جارته حدا. للأسف ولاد حدا صغار وسيرته وليد كان يشوف ويسمع كل شيء. صح كان صغير بصح كان فاهم بلي يماه راهي تخون في باباه، تخون في باباه مع عبد الرحمن اللي ما كانش يشوف في حياته إلا هاد المرأة والعلاقة اللي كانت تجمعهم، وما كان يهمه لا الشرف تاع العائلة لا الولاد الصغار لا الجيران. كيف حتى نخرجوا بدا نخرجوا باش يسيو نهضروا معاه، ما يهضرش معنا كاع، ما يقيمناش كاع، تهضرش معايا ولا الحق حتى يقول اني في داري. عبد الرحمن ما كانش سامع بينا كاع، راني قلت لك يدخل الوقت اللي يحب يخرج الوقت اللي يحب، ما كانش اللي يهضر معاه. حتى ومشاكلها ما وصلش بها الحال غير هنا، وزاد كانت منين ذات تجيب البنات اللي عندها في الدار وتخدم بهم، يعني كانت خارجه الطريق وبيتها كانت معروفه ومحروقه كما يقول. وهذا الشيء كان يضايق راجلها بزاف اللي ما كانش يقدر يرفض راسه وسط الجيران ولا وسط اصحابه. كان يحشم كي يخرج للزنقة هكا يحشم، ما يقدرش يوري وتشو عند الجيران، باسكو علاه يعرفوا باللي المرا تاعو يما قبيحة، صافي يحشم باش يوري وتشو يفيتي الناس. هذه لا خرج ما يهضر مع حتى واحد، كانوا الناس الحومة كاع تما كاع يهضروا عليهم. وأكيد أنه كان يسمع أن زوجته خائنة لأنه عايش في مجتمع، يخرج يدخل الراجل مسكين نصفه مشلول، الراجل يعني نشوفوا أنه الزوج بالمقابل حبي يحافظ على هذو الأبناء، قعد معاها
شكون يقبل يعيش مع زوجة خائنة وناس يضحكوا عليه؟ احنا مجتمع جزائري، مجتمع محافظ مسلم، هو يعني نقولوا انه تحدى المجتمع، رجولته محاها وقعد مع حدا مسكينك دا يخرج يبدا نصيبو معنا عمي رشيد واش راك لاباس مي وجبنا مي يهضر معنا حتى حابط راسو ورايح حابط راسو خطره جا خارج يبدا من تما ولا انا كنت حاضر قريب طاح من زوج تخرجنا شديناه ما قلت ما يخصوش فيك حابط راسو بدا ويهبط. هذا عبد الهادي وليد خوه ما يسكنش في العاصمه، يسكن في الشرق الجزائري، يجي عندها بزاف وكان يتفاهم معاها مليح مليح. الصراحه انه كان عارف عليها كل شيء، وحتى هي يعني حدا ما كانتش عاملت له حساب نهائيا. هذا كل خوها حكايته هذاك، هي كانت تعيط له تعيط له يجي، وكيجي كما قالك السباله قاعده تحضره. خليني نقول لكم باللي حتى هذا الشخص عبد الهادي ما كانش انسان ساهل، كان يجي غير على جال صوالح. ولازم تعرفوا ان الصوالح اللي كان يجي عليهم هذا الشخص هما بنت حدة صغيره واللي كانت تعجبه بزاف، وحدة كانت وعداته باش تزوجها له كي تكبر. رجل بنتها يجي تما يقعد مع بنتها تخليهم وحدهم، يغلق الباب عليها الاخر، كان داير غايه تما. هاد الأم كانت تخلي وليد خوها مع بنتها وحدهم، وكانت عارفة وش صرا بيناتهم، ولكن هاد الشيء ما كانش يحرك. لهنا كان لازم توقفوا عن شخصيتها، يا هل ترى هاد المرأة عادية ولا شخصيتها غير سوية؟ هي مرأة غير واعية، كيفاش تخليهم يشوفوك وكيفاش تفكري أنك تقضي على الوالد تاعهم؟ يحتاج الوالد، أنت ما تحتاجيش. طفل تاع 7 سنين يحتاج الوالد، البنت تحتاج الحنان. كانت تخمم فقط تمشي بغرائزها المرضية وشهواتها. هذه امرأة لو نبحثوا على التاريخ اللي نشأت فيه أكيد أنها ما تنشأش تنشئة سليمة، تنشئة أسرية. أكيد أنها امرأة ما عندهاش هذا وازع ديني أو وازع أخلاقي، تشوف فقط نفسها وتشوف فقط رغباتها وغرائزها. هذا ما كان من الأمور اللي كانت مغلطة هذه المرأة هي صاحبتها العلجة اللي كانت تشجعها باش تبقى على علاقة مع عشيقها وأنها تتخلص من زوجها. هذيك المرأة أنا كما هي كيف كيف قبيحة، هذيك المرأة هذيك قبيحة أكثر ما دي حد، كانوا يديروا خدمات اللي ما يداروش. كانت كل يوم تعمل لها راسها تلقيه ماشي هذاك راجل تلقيه شوفي واش ديري تلقيه. وحدة كانت توافق على هذه الدبارة، لكن العرف والحشمة، وحدة زيد تقولها هذا وليد عمي ما عنديش كيفاش نربيه، واش يقولوا عليا الفاميليا واش يقولوا عليا الناس. نجيب القهوة، كيلو قهوة، نفكر مليح. لا لاباس. طيب هذا دوك نجيب. علاش خذي راحتك. هذا تيما. مازال بصح ما تخممش، عندنا نديري لك الشغل. كل ساعة ما تقوليهاش. ماشي باش نمشي. ما تمشي. لا بالي، ماشي بروبلام كاع. ديتي سميرو ما ديتيش القهوة. لازم تهلاو فيه انت دارو كيفاش صافا تنال لاباس ديالي لاباس صافا صافا نقولوا لاباس عييت مشهور من دراري ما داك العايب حياتي كرهتها نقول لك صافا انا قلت لك ونرجع نعرف فيها بعدا سناي فيها راجل وقيل كامل ما ينوضش من الكرسي ايه واش تحبي كان عرفت بهمي يا ودي خي الزواج ربي يحلك خليه يصبع كيما انا اي خلاص ماما امشي سيدي يا خي ربي يحلك ماشي كي دير حاجه ان شاء الله اي دي سيدي وانا راني هنا تخميش وتخميش اي الحاله في هذا الدار كانت كارثيه، والاونه الاخيره زاد المرض على عمي رشيد، وصل به الحال حتى انه ما ينوش من فراشه، وزاد فشل وحاله ما بداش يبشر، وما كان يلقى غير بنته صغيره ووليد وواليد. اما زوجته فهي اللي كانت متمنيه انه يموت وتتهنى. يما يما بابا وماي الله لا يردوا يموت.
هاي فيها وحدك انت يا ما هي موجبه في تاريخ 14 ماي 1993 وبعد ما تعافى عمي رشيد خرج من الدار في واحد النهار كيما العادة لأنه زوجته كانت تقوله خرج من الدار ما تبقى ليش هنا بابا أنا مريض كيما قلت لكم مريض يدخل بكري هذيك ضرب مع وقت 7-8 يدخل ما يطولش هذيك ضربة طول بزاف ويما ما لا بالها ما حوست عليه ما سقسات عليه ما حبالاش قعبه كانت تحب ويخرج من الدار باش يجي عندها عبد الرحمن اللي كانت عندها علاقة مشبوهة به ولأنها كانت فاتحة دارها لكل الأعمال المشبوهة يعني الدعارة الحبوب المهلوسة وحتى السح وكل شيء خارج في الليل عمي رشيد ما بين عليه حتى خبر ولاده تقلقوا عليه سير تو والد صغير ما تخافش لكن حتى ما كانتش كاملة سمعة به يجي ولا ما يجيش والليلة ولات زوج وزوج ليالي ولاو ثلاثة وعمي رشيد غايب على الدار لا خبر ولا مرسول الministère de la santé a lancé un appel aux médecins et aux infirmiers en congé pour rejoindre les hôpitaux et inviter les citoyens. بعد مدة مشات حضرة في الحومة اللي يسكن فيها عمي رشيد وقالوا انه راهو مات في انفجار قنبلة في ضواحي العاصمة وبالفعل في هذوك الايامات كانت صرا انفجار الله اكبر الله اكبر سبحان الله قال لك سوا ديزون قتلوا الارهاب الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايها العائله كلها بكات على عمي رشيد وداروا العزاء كيما يجرها وزاد كانت منين ذات تجيب البنات اللي عندها في الدار وتخدم بهم يعني كانت خارجه الطريق وبيتها كانت معروفه ومحروقه كيما يقول وهذا الشيء كان يضايق راجلها بزاف اللي ما كانش يقدر يرفض راسه وسط الجيران ولا وسط اصحابه كان يحشم كي يخرج للزنقة هكا يحشم ما يقدرش يوري وتشو عند الجيران باسكو علاه يعرفوا باللي المرا تاعو يما قبيحة صافي يحشم باش يوري وتشو يفيتي الناس هذه لا خرج ما يهضر مع حتى واحد كانوا الناس الحومة كاع تما كاع يهضروا عليهم واكيد انه كان يسمع ان زوجته خائنة لانه عايش في مجتمع يخرج يدخل الراجل مسكين نصفه مشلول الراجل يعني نشوفوا أنه الزوج بالمقابل حب يحافظ على هذو الأبناء قعد معاها شكون يقبل يعيش مع زوجة خائنة وناس يضحكوا عليه احنا مجتمع جزائري مجتمع محافظ مسلم هو يعني نقولوا أنه تحب المجتمع رجول تمحاها وقعد معها حتى مسكينك دا يخرج يبدأ نصيبه معنا مي رشيد وشرك لبس مي وجبنا مي يضل معنا حابط راسه ورايح حبط راسه خطره جا خارج جا من تما والله انا كنت حاضر قريب طاح من زوج تخرجنا شديناه ما قلت ما يخصوش فيك حبط راسه بدو يهبط هذا عبد الهادي وليد خوه ما يسكنش في العاصمه يسكن في الشرق الجزائري يجي عندها بزاف وكان يتفاهم معاها مليح مليح الصراحه انه كان عارف عليها كل شيء وحتى هي يعني حدا ما كانتش عاملت له حساب نهائيا هذا كل يدخوها حكايته هذا هي كانت تعيط له تعيط له ويجي وكي يجي كما قالك السبالة قاعدة حدورة هاني متعج هاني خليني نقول لكم باللي حتى هذا الشخص عبد الهادي ما كانش إنسان سهل كان يجي غير على جال صوالحه ولازم تعرفوا أن الصوالح اللي كان يجي عليهم هذا الشخص هما بنت حدة صغيرة واللي كانت تعجبه بزاف وحدة كانت وعداته باش تزوجها له كي تكبر رجل بنتها يجي تما يقعد مع بنتها تخليهم وحدهم يغلق الباب عليها لأقول كان داير رايو تما هاد الأم كانت تخلي وليد خوها مع بنتها وحدهم وكانت عارفة وش صرا بيناتهم ولكن هاد الشيء ما كانش يحرك لهنا كان لازم توقفوا عن شخصيتها يا هل ترى هاد المرأة عادية ولا شخصيتها غير سوية هي مرأة غير واعية.
كيفاش تخليهم يشوفوك وكيفاش تفكري انك تقضي على الوالد تاعهم؟ يحتاج الوالد، انت ما تحتاجيش. طفل تاع 7 سنين يحتاج الوالد، البنت تحتاج الحنان. كانت تخمم فقط تمشي بغرائزها المرضيه وشهواتها. هذه امراه لو نبحثوا على التاريخ اللي نشات فيه اكيد انها ما تنشاش تنشئه سليمه، تنشئه اسريه. اكيد انها امراه ما عندهاش هذا وازع ديني او وازع اخلاقي، تشوف فقط نفسها وتشوف فقط رغباتها وغرائزها. هذا ما كان من الامور اللي كانت مغلطه هذه المراه هي صاحبتها العلجه اللي كانت تشجعها باش تبقى على علاقه مع عشيقها وانها تتخلص من زوجها. هذيك المراه انا كما هي كيف كيف قبيحه، هذيك المراه هذيك قبيحه اكثر من هذه. حد كانوا يديروا خدمات اللي ما يداروش. كانت كل ينطعمل لها راسها تلقيه، ماشي هذاك راجل تلقيه، شوفي واش ديري تلقيه. وحده كانت توافق على هذه الدباره، لكن العرف والحشمه، وحده زيد تقولها هذا وليد عمي ما عنديش كيفاش نربيه، واش يقولوا عليا الفاميليا واش يقولوا عليا الناس. ديتي سميرو ما ديتيش القهوه؟ لازم تهلاو في عند الدار. كيفاش صافا؟ لاباس ديالك؟ لا لا لاباس صافا، نقولوا لاباس. عييت مشهور من دراري من هذاك العايب حياتي كرهتها. نقول لك صح صح، انا قلت لك لا ما رجع ما عرف فيها على بالي. بعد تسنى في راجل وقيل كامل ما ينوضش من الكرسي. ايه واش تحبي؟ كان عرفت بهمي. ايه يا عاودي يا خي تبارك ربي حلو خليه يصبع كيما انا. اي خلاص بابا امشي سيدي يا خي ربي يحلك، ماشي كي دير حاجه ان شاء الله. اي دي سيدي وانا راني هنا. تخميش وتخميش عليا. الحاله في هذا الدار كانت كارثيه، والاونه الاخيره زاد المرض على عمي رشيد، وصل به الحال حتى انه ما ينوش من فراشه، وزاد فشل وحاله ما بداش يبشر، وما كان يلقى غير بنته صغيره ووليد ووليد. اما زوجته فهي اللي كانت متمنيه انه يموت وتتهنى. يما يما بابا وماي والله لا يردوا يموت. بقاي فيها وحدك انت يا بابا ما يموت. في تاريخ 14 ماي 1993، وبعد ما تعافى عمي رشيد خرج من الدار في واحد النهار كيما العاده، لانه زوجته كانت تقول له خرج من الدار ما تبقاليش. بابا انا مريض كيما قلت لكم، مريض يدخل بكري، هذيك الضرب مع وقت 7-8 يدخل ما يطولش، هذيك الضربه طول بزاف. ويما ما على بالها، ما حوست عليه، ما سقسات عليه، ما حبالاش كاع به. كانت تحب يخرج من الدار باش يجي عندها عبد الرحمن اللي كانت عندها علاقه مشبوهه به، ولانها كانت فاتحه دارها لكل الاعمال المشبوهه، يعني الدعاره، الحبوب المهلوسه، وحتى السحر، وكل شيء خارج. ولا ما كاش؟ في الليل عمي رشيد ما بين عليه حتى خبر، ولاده تقلقوا عليه سيرتو والد صغير. ما تخافش. لكن حتى ما كانتش كامله سامعه به يجي ولا ما يجيش. والليله ولات زوج، وزوج ليالي ولاو ثلاثة، وعمي رشيد غايب على الدار لا خبر ولا مرسوم. المينيستير دو لا سانتي ا لانسي ان ابل او ميديسان او انفيرميير اون كونجي بور رجواندر لي زوبيتو اي انفيتي لي سيتويان. بعد مدة مشات هضرة في الحومة اللي يسكن فيها عمي رشيد، وقالوا انه راهو مات في انفجار قنبلة في ضواحي العاصمة. وبالفعل في هذوك الايامات كانت صرا انفجار. الكارثة. الله اكبر سبحان الله. قال لك سوا ديزون قتلوا الإرهاب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيها. العائلة كلها بكيت على عمي رشيد. ما يقيمناش كاع.
تهضرش معايا ولا نحك حتى يقول أنا في داري. عبد الرحمن ما كان سمع بينا كاع، يعني قلت لك يدخل الوقت اللي يحب يخرج الوقت اللي يحب، ما كاش لي يهضر معاه. حبدا ومشاكلها ما وصلش بها الحال غير هنا، وزاد كانت منين ذاك تجيب البنات اللي عندها في الدار وتخدم بيهم، يعني كانت خارجه الطريق وبيتها كانت معروفه ومحروقه كما يقول. وهذا الشيء كان يضايق راجلها بزاف اللي ما كانش يقدر يرفض راسه وسط الجيران ولا وسط اصحابه. كان يحشم كي يخرج للزنقه هكا يحشم، ما يقدرش يوري وتشو عند الجيران، باسكو علاه يعرفوا باللي المراه تاعو يما قبيحه، صافي يحشم باش يوري وتشو يفيتي الناس. هذه لا خرج ما يهضر مع حتى واحد، كانوا الناس الحومه قاع تما قاع يهضروا عليه. واكيد انه كان يسمع ان زوجته خائنه، لانه عايش في مجتمع يخرج يدخل، الراجل مسكين نصفه مشلول، الراجل يعني نشوفوا أنه الزوج بالمقابل حب يحافظ على هذو الأبناء، قعد معاها، شكون يقبل يعيش مع زوجة خائنة وناس يضحكوا عليه؟ احنا مجتمع جزائري، مجتمع محافظ مسلم، هو يعني نقولوا أنه تحدى المجتمع، رجولته محاها وقعد معها حتى مسكينة بدا يخرج يبدا نسيبه معنا عمي راشد واش راك لاباس، مي واجبنا مي يهضر معنا، تسيبه حابط راسه ورايح حبت راسو. خطرة جا خارج بدا من تما، والله أنا كنت حاضر قريب طاح من زوج تخرجنا شديناه، ما قلت ما يخسرش فيك، هابط راسو بدا ويهبط. هذا عبد الهادي وليد خوه ما يسكنش في العاصمة، يسكن في الشرق الجزائري، يجي عندها بزاف وكان يتفاهم معاها مليح مليح. الصراحة أنه كان عارف عليها كل شيء، وحتى هي يعني حدا ما كانتش عاملت له حساب نهائيا. انا كنت خوها حكيتو هذاك، هي كانت تعيطو يجي، وكيجي كما قالك السباله قاعده حضوره. هاني ترعت هاني. خليني نقول لكم باللي حتى هذا الشخص عبد الهادي ما كانش انسان ساهل، كان يجي غير على جال صوالح. ولازم تعرفوا ان الصوالح اللي كان يجي عليهم هذا الشخص هما بنت حدا صغيره واللي كانت تعجبه بزاف، وحده كانت وعداته باش تزوجها له كي تكبر. راجل بنتها يجي تما يقعد مع بنتها تخليهم وحدهم، يغلق الباب عليها، كان داير رايو تما. هاد الام كانت تخلي وليد خوها مع بنتها وحدهم، وكانت عارفه واش صرا بيناتهم، ولكن هاد الشيء ما كانش يحرك. لهنا كان لازم توقفوا عن شخصيتها، يا هل ترى هاد المراه عاديه ولا شخصيتها غير سويه؟ هي مرأة غير واعية، كيفاش تخليهم يشوفوك وكيفاش تفكري أنك تقضي على الوالد تاعهم؟ يحتاج الوالد، أنت ما تحتاجيش، طفل تاع 7 سنين يحتاج الوالد، البنت تحتاج الحنان، كانت تخمم فقط بشي بغرائزها المرضية وشهواتها. هذه امرأة لو نبحثوا على التاريخ اللي نشأت فيه أكيد أنها ما تنشأش تنشئة سليمة، تنشئة أسرية، أكيد أنها امرأة ما عندهاش هذا وازع ديني أو وازع أخلاقي، تشوف فقط نفسها وتشوف فقط رغباتها وغرائزها. هذا ما كان من الأمور اللي كانت مغلطة هذه المرأة هي صاحبتها العلجة اللي كانت تشجعها باش تبقى على علاقة مع عشيقها وأنها تتخلص من زوجها. هذيك المرأة أنا كما هي كيف كيف قبيحة، هذيك المرأة هذيك قبيحة أكثر من هذه، حد كانوا يديروا خدمات اللي ما يداروش، كانت كل ينطعملها راسها تلقيه ماشي هذاك راجل تلقيه شوفي واش ديري تلقيه. وحده كانت توافق على هاد الدباره، لكن العرف والحشمه، وحده زيد تقولها هذا وليد عمي ما عنديش كيفاش نربيه، واش يقولوا عليا الفاميليا واش يقولوا عليا الناس. الله غالب واش هاك لاباس؟
خصنا نجيب القهوة هي القهوة نفاكم ليه؟ لا لا بس خير خاضر ما بكم جيب خاضر هذا تبعنا مازال مسح ما تخممش انا ندير لك الشغل مسح ما تقوليش هادشي باش ماشي ماشي لا بالي شي بروبليم كاع ديتي سميرو ما ديتيش القهوه لازم تهلاو فيه دابا كيف راه صافا لا لا بس والله لا بس صافا اه نقولوا لا بس هي مشهور من دراري من داك العايب حياتي كرهتها نقول لك صح صح انا قلت لك ومرجع نعرف فيها انا بالي بعد تسنى فيها رجل وقل كمان ما ينوتش من الكرسي ايه مش تحبي كان عرفت بهمي ايه يا عودي خي متبقى ربي حلو عايب وانا نخلي سبعك يا انا ايه خلاص انا دمش سيدي يا خي ربي حلي مش كدي يا حجم ايه قريب ان شاء الله ايه دي سيدي وانا عالي هنا تخميش وتخميش ايه الحالة في هذا الدار كانت كارثية والآونة الأخيرة زاد المرض على عمي رشيد ووصل به الحال حتى أنه ما ينوش من فراشه وزاد فشل وحاله ما بداش يبشر وما كان يلقى غير بنته صغيرة ووليد ووليد أما زوجته فهي اللي كانت متمنية أنه يموت وتتهنى يما يما بابا وما لا يردوا يموت خايفيها وحدك انتيا في تاريخ 14 ماي 1993 وبعد ما تعافى عمي رشيد خرج من الدار في واحد النهار كما العادة لأنه زوجته كانت تقول له خرج من الدار ما تبقى ليش احنا بابا أنا مريض كما قلت لكم مريض يدخل بكري هذيك ضرب مع وقت 7-8 يدخل ما يطولش هذيك ضربة طول بزاف ويما ما على بالها ما حوست عليه ما سقسات عليه ما حب لاش قعبه كانت تحبه يخرج من الدار باش يجي عندها عبد الرحمن اللي كانت عندها علاقة مشبوهة به ولأنها كانت فاتحة دارها لكل الأعمال المشبوهة يعني الدعارة الحبوب المهلوسة وحتى السحر وكل شي خارج ولا ما كاش في الليل عمي رشيد ما بين عليه حتى خبر ولاده تقلقوا عليه سير تو والد صغير ما تخافش لكن حتى ما كانتش كاملة سمعة به يجي ولا ما يجيش والليلة ولات زوج وزوج ليالي ولاو ثلاثة وعمي رشيد غايب على الدار لا خبر ولا مرسول Le ministère de la Santé a lancé un appel aux médecins et aux infirmiers en congé pour rejoindre les hôpitaux et inviter les citoyens. بعد مدة مشات حضرة في الحومة اللي يسكن فيها عمي رشيد وقالوا أنه راه مات في انفجار قنبلة في ضواحي العاصمة. وبالفعل في هذوك الأيامات كانت صراع انفجار. قالوا مات بالخير الله أكبر الله أكبر سبحان الله. قال لك سوا ديزون قتلوا الإرهاب. العائلة كلها بكات على عمي رشيد وداروا العزاء كيما يجي وبعد ما عليش رحنا عزينا معهم العزاء ولا قول قول من ذاك الوقت وحدى صبحت أرملة ولولادة يتموا في بابها وفاة عمي رشيد ما كانت إلا حافز أمام هذه المرأة اللي زادت في هبالها وزادت في عنادها حدى عشيقها عبد الرحمن بقاو مدة عايشين في الحرام وبقى ساكن عندها في الدار واحد ما يقدر يحكي معاه على خاطر كما قلنا كان الكل يخاف هذه المرأة وما يحبش يخلط فيها قلنا إنها غير واعية تسير فقط برغباتها الدرجة الهواء اللي عندها يعني ما تشوفش حدا أنه كاين حرام ما تشوفش أنه عندها زوج ما تشوفش أنه عندها أبناء لأنها تغلب عليها الإنسان عندما الغرائز بتاعه إحنا في كل كاين فروق فردية بالأشخاص كل إنسان عنده ميول عنده اعتقادات عنده رغبات عنده شهوات كل إنسان يملك شخصية تفرقه عند الآخر لكن دائما يكون آناه موجود دائما يكون هذاك الضمير دائما يكون هذاك الوعي الإنساني دولة الإنسان يجري مور وراء رغباته نصبح حيوان وربي سبحانه كرمنا بالعقل وحدى هذه إنسانة عندها عقل ليست مرأة يعني عندها اضطراب عقلي أو تأخر عقلي بالعكس كامل قواها العقلية بعد أكثر من 5 سنين من حادث وفاة عمي رشيد يعني في سنة 2000 وبعد ما حدى بقات غير تطلب من عشيقها باش يتزوج بها يلو كان بالطالب يعني زواج عرفي
عبد الرحمن ما صاب واش يدير ووافق، وبالفعل تزوجوا وعاشوا كيف كيف في دارها، لانه كما قلنا ما كانش من العاصمه وما عندوش وين يسكن. كانت باينه باللي حيتزوجوا كيف كيف، عبك بلي ما راسها يابس وعلى بالها حتى واحد. كي كان بابا حي كان يجي اوتوماتيكمون، ما كانش بابا السير يجي، وكانت باينه تزوج وما كانش اللي يحكم فيه يما. كانت له شونطاج هذا عبد الرحمن، قالت له تزوج بيا ونديروا الفتحه. هو ما كانش حب مع الواحد يجيب روحه، ما كانش حب كما نقولوا احنا شغل شماها قارصه. بعد فرصته ومناصاته واش قالت له هادي هكذا. قلت له يا خويا بالفاتحه انت قبل زوجوا بالفاتحه، واحد ما هدر. في ذيك المده بقات حد على حالها، وبالعكس زادت وسعت في نشاطها وبدات تنشط السلوك المشبوه، يعني الدعاره والمتاجره في الممنوعات. وهنا كان عندها مشكل كبير في حياتها، هو علاقة وليدها، وليد بزوجها يعني بزوج يماه. وليد ما كانش يتفاهم معاها نهائيا، وما كانش يتفاهم مع عبد الرحمن ويقبل. صحيح كان يكرهه، لكن كرهه ليه كان غريب جدا. ما كنتش نحبه، نكرهه، نسبه، ما نحملوش. كل يوم دار معاه، ما قدكم ريح في الدار. كي تزوج مع عبد الرحمن هذا كان هو ما يجيش في الليل، يبات برا، يبات هايم. هذاك الكره كان يزيد دقيقه بعد دقيقه، والكره هذا كان اكبر من كره واحد لزوج امه. الحق الحال بوليد حتى انه يكره يماه ويتمنى لها الموت. هنا كان لابد أن نتوقفوا عن شخصية هذا الطفل، يعني وليد، وش به كبر هكا؟ هل السبة هي أمه سلوكها، أم أنه راه يفتقد الباباه اللي قلنا أنه كان قريب له بزاف، ولا كان أمر آخر راح تعرفه؟ هذا الطفل الصغير يفكر بلي الأب الحماية والأم الحنان، هو أنا ابن حدا ما كاش الحماية، لأن الأب تاعه كان دائما ضعيف. هذاك الطفل تاع 7 سنين كان واعي، يفهم 7 سنوات يفهم ان الرجل اللي كان يطل يعني من الباب ويشوف الوالده معاه، هذاك ماشي باباه. كان يعرف انه الحياه الاسريه يشوف الوالده تاعو مع الوالد، يشوف اجانب كذلك. هذا الطفل تاع 7 سنين ونشوفوا ان اي طفل ما يقدرش يشوف بشاعه منظر، نشوفوا احنا نقولوا كاخصائيين ما تخلوش اقل من 12 سنه يشوف فيلم رعب، ما تخليش اقل من 12 سنه يشوف جريمه. حتى الناس بكري يقول لك ما تخليش يشوف الكبش كي يتذبح وهو مازال صغير باش ما يصدمش. كيف هذا الطفل تاع 7 سنين كيما كان شاهد على جريمه خيانه؟ رايحين تتعجبوا لو قلت لكم ان والد صغير تعلم الدخان في سن صغيره، وعمره ما زال ما تجاوش 13 سنه، وماشي غير التدخين، وصل بزاف امورات للضر، ولا يجرب ياكل الكاشيات، ولا يرفد معاه الموس، يعني صبح طفل مافيا. كما كيف اصنا تخرج برا مهموم مغموم، ما عندك والو اخو، تعلم كلش، تعلم كيف تجرب تسطل ديرهم كاع. البنت اللي صغيره ولا تتذكروها واللي كانت حنينه على باباها كبرت، وكبر الشر في قلبها، وشافت بزاف صوالح اكبر من سنها. تلقاها تقلد في يماها كيفاش تتكلم، وتزيد تعاند في اختها الكبيره وصحابات يما. المهم كانت حابة تكبر بالسيف قبل الوقت، وللأسف هذه الطفلة كانت ضاعت وهي صغيرة. كانت صغيرة ديجا، كانت حنينة شوية، بصح كي كبرت يما خرجت، هي خرجت كيما يما، تحت عند يما، شغل يما صغير تحت عندها، باسكو شافت بالك دايره في بلد، هذيك هي المعيشه، هذيك هي الحياه تمشي هكذاك. البنت اللي تشوف يماها ماشي وافيه، تشوف رجل يدخل ورجل يخرج في البيت، البيت اللي عنده حرمته، البيت اللي موجود فيه الزوج المسكين اللي يخرج ويخدم. واش نقولوا على حد انها مجرمه؟ وكل عبارات اللي نقولوها فيها انا نظن انها قليله على هذه الانسانه المريضه، كذلك الإنسان المجرمة. اليامات كانت تفوت وحد الوقت يجري بها، وهي تخسر في ولادها وحياتها بلا ما تحس وبلا ما تعبى.
خونها الزمان وصغرها وسرقتها الدنيا. ولادها يكبروا قدام عينيها وهي غافلة عليهم وغافلة على حالها. بدل أن تغرس فيهم القيم المبادئ الأخلاق خلتهم شاهدين على خيانة، خلتهم يكبروا في جو غير لائق. الطفل اللي عنده 7 سنين أو بنت لازم لها تشوف الحاجة المليحة. نكبروا أولادنا على الأخلاق، نكبروهم على وش قال ربي، نكبروهم على مساعدة المحتاج، نكبروهم على الوفاء. خطرة على خطرة كانت الأم تمد دراهم لوليدها، وليد اللي كانت لا خدمة لا زدمة، ولا تمد لوليدها الدراهم يعني تخدم غير على وليدها باش يخرج على عقله وتفسد حياته وتخسر حياته كاغيمة. ضيعت له قرايته وزادت ضيعت له صغره. كانت تعطي له دراهم باش تراضيه وتسكته، وهي عارفة باللي راهو راح يشريهم مخدرات ويستهلكها. بصح كانت ساكتة لأنه الطفل الصغير كبر وشاف وفهم بزاف أمور، وعرفت باللي خلاص ما راحش تقدر تحكم فيه. يا ما انا ما كانش عندي مين نجيب دراهم، كانت هي اللي تهلكني تهلكني هاد الدراهم، هي اللي زادت كملت عليا، هي اللي ضيعت ولدها وهي اللي كانت تمدو في الدراهم. باسكو ما كانش منين نجيب، كان ما كانش منين نجيب، ولا غير ما عنده ما يجيب. هي تعطيني تعطيني شي اخر باش هكذاك صافط لوكازيون باش تضيعو. بقى الحال على حاله، كل ما يحتاج وليد الدراهم يجي عند يمه. في نهار كان الحال زايد عليه ودخل عليها كالمهبول وقالها اعطيني الدراهم راسي راح يطرب. جاي عليا واش تسحق؟ اعطيني شويه كان والو خلاص خلاص كل شيء بهم مخدرات كاشيات تعاوي الشر الزطلة مش غير مخدرات باش ننسى باش ننسى. الشيء اللي شفتوه كان أمر طبيعي طبيعي وعادي، لأن هي كانت السبب وهي اللي صنعت هذا الوحش البشري اللي الحق به الحال أنه يتهجم عليه. الضرب تاع الطفل يماه تكرر، وكان كل ما يحتاج تمدلو لأنها ولات تخاف. كبر ولا قوي عليها وعقله ضاع بسبب الحبوب المهلوسة. كان أمر اللي لازم تعرفوه، واللي هو أن وليد كل ما يعمر راسه يبدأ يمشي ويقول بابا قتلوه بابا قتلوه. نشوفوا الطفل بدأ يكبر، وكبرنا احنا معه على كل حال كبار عليه. دينا نشوفوا الطفل هذا بدأ من ذاك من ذاك يكلاطين يبكي مش به هدايا، يبكي يبكي ولا مجمعة المخدرات. كي عمر راسه يتفكر بابا. كيدات حدا تحس باللي راهي تكبر، وحتى علاقتها بدات تسوء مع زوجها عبد الرحمن اللي خليني نذكركم انه كان عشيقها في وقت مضى، قررت تزوج وليدها الكبير اللي كان طايحها وما يقول لهاش لا لا. هذا الولد كان عاقل بزاف، وكان وليد يماه كيما نقولوا. جابت له واحد البنت عاقله بنت الجار، وحتى هي طايعتها، ولا بالاحرى تخافها وتقولها السمع والطاعه. ما تعرفي طيبي ما تعرفي تخدمي وشنو هذا؟ هذيك البنت المسكينة ما كانش في يدها حل، كانت قاعدة وساكتة، وكل ما تقول لزوجها هيا نروحوا من هذا الدار يا راجل يقولها إلا حبيتي روحي روحي، الباب راهو قدامك، أنا من حذا يما ما نتحركش. هذه يما اللي فهمت أنا ما نروحش يما. وليدها الكبير هذا كان يحبها بزاف، يحبها 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 ويخاف منها يخاف منها يخاف منها بزاف. و مام وساتو كيما يقولوا وجهاتو قاتو هنا تريح قاتو ما تفرقنيش تريح معايا، ويخاف منها يخاف منها ما يقدرش يهضر معاها. هكذا هكذا حاجه صغيره ما يقدرش يوجبها. انت راجل انت المراه تاعك تحكم فيك ماشي خويا. حياة هاد العائله بقات مره كيما يقول، وكل واحد عايش في جهته، كل واحد عايش بالطريقة اللي تهواله واللي تعجبه. شو قدير هنا؟ الأولاد كبروا
وبداو يفهموا كل شيء، وحتى حدا كبرت وكبر همها معاه، وبدات ما تطيق زوجها وهو ما يطيقهاش. في نهار من نهارات سنة 2007 وليد حدا ناض كعوايدو وخرج من الدار وراح طريق البحر. هاد المكان متعود يجيه وليد حدا باش يقعد يعمر راسه ويتعاطى فيه المخدرات والمشروبات الكحولية وما شابه. وليد كي كان في مكانه ما تخيلش بلي هذا اليوم راح يكون اليوم اللي تتبدل فيه حياته وتظهر بزاف أمور كانت مخبية. وهو يتعاطى في المخدرات كالعادة طحت عليهم الشرطة والقابض القبض عليه قبل ما يقدر يرمي واش كان معاه من حبوب مهلوسة. كما سبق قلنا ما حبسش من البكاء والعياط وهو يقول بابا بابا راهو مقتول مدفون عند الباب. عناصر الأمن كي داوه بداو يسمعوا فيه حكى واحد القصة غريبة وتحير بزاف وزيد تخوف. كل يقتل باباك هذا. القصة كانت تخص باباه والطريقة اللي مات بها، وقال بلي بابا ما ماتش في انفجار تاع القنبلة كما كامل الناس حاسبين. بابا قتلاته يما وعبد الرحمن راجلها. الحكاية بالتفصيل كانت كالآتي. العلاقة اللي كانت تجمع حدا بعبد الرحمن واللي تطورت بسرعة وزيد لها التوسويس الكبير تاع صاحبتها العلجة ليها طول النهار باش تتهنى من زوجها وتكمل علاقتها بعشيقها. وطبعا هذا الشيء كله جاء من راس عبد الرحمن اللي كان يطلب من صاحبتها هذا الشيء. كل هذه الأمور وصلتهم لواحد الحد من التفكير اللي ما كان يتوقع حتى واحد. لازم يموت. كانوا كل يوم يخطوا يسيوا يخطوا يديروا حيلة باش يتهنوا منه ماشي يمحوهم الدنيا هذه ويديروا غردهم. طول هذيك المدة وهما يفكروا كيفاش يتخلصوا من عمي رشيد، وهنا نقصد حدا زوجته وعشيقها عبد الرحمن، وكل خطرة تجيهم فكرة جديدة. حتى الواحد النهار اللي وصل بها الحال يعني حدا أنه تفكر باش تقتله وتتخلص منه نهائيا. كانوا مخمين ديجا، كانوا دارين دارين بلون ديجا باش وداروها نسير هما ما كاش يما وعبد الرحمن حتى قتلوه يا خويا. في البداية عشيقها رفض وجات الفكرة غريبة وصعبة، ولكن بعد ما أصرت عليه حدا وافق مباشرة. في الحكاية كان لازم يجيبوا معاهم واحد ثالث، وقع الاختيار على وليد خوها عبد الهادي اللي كان يتردد على الدار مرة على مرة. وليد خوها لأنه كان سهل عليها بزاف باش تقنعه بأي شيء وتطلب منه واش تحب وهو غير يطبق. كما يقولوا كانت شداته من يده اللي توجع. وكما كان الحال وافق وليد خوها بسهولة وبدون مينا. احكي احكي وليد احكي ما مغير بريك مش قتلوها. هالثلاثة اتفقوا على كل شيء إلا تاريخ تنفيذ خطتهم هذه، وهي التخلص من عمي رشيد نهائيا، يعني يقتلوه. عمي رشيد هذاك الراجل العاجز الحنين اللي كان همه الوحيد أنه يجيب الخبز لأولاده مهما كان الثمن، وكان حامل تعب الدنيا وحقرة يماهم ونظرة الناس ليه غير على جال يكبروا ويشوفهم رجال والبنات يشوفهم نساء. عام العيد بيت الكبير تبباش رانا كبش. خليني نخبركم بلي عمي رشيد باش شرا هذاك الكبش راح تسلف من عند جاره. وفي الصباح تاع يوم عيد الاضحى نظوا الاولاد وخرجوا فرحانين يلعبوا مع الكبش اللي جابوا بابعه. جابوا لهم كبش، والكبش هذاك مسكين الله يرحمه ويسع عليه شرا كريدي ما عنده زوال باش يفرح ولاده. ولا بالي بلي هذاك النهار بابا ما عندوش درع، هذاك النهار سلف وجاب لنا كبش باش غير يفرحنا يفرح ولاده وبناته صغار. وفي نفس الصباح تاع ذاك اليوم عمي رشيد ناض كعادته وقال لزوجته لبسي لي حوايجي، وزاد طلب من زوجته وليد خوها باش يحفوا له وجهه لانه نهار تاع عيد. عمي رشيد كان على نيته وما كانش عارف واش راه مخبي له القدر والحيله تاع زوجته حتى. وتفهموا قالهم بلي اللي ودي حفوا لي لهيتي. ساعات قبل ما تنوض العائله في الصباح يعني في الفجر حدا دخلت عشيقها للدار وخباته وقتلوا بقاه لنا وما تتحركش حتى يجي الوقت المناسب كي يخرجوا الاولاد يلعبوا مع كبش العيد. ومن بعد صرا ابشع شيء يمكن انكم تتصوروا. شتي ما وجد عبد الرحمن
بعد المقتول خباوه في الحسيرة تاع الدار وجوزوا النهار عادي شغل شي ماصر يخنقوه سلك واني نقصد سلك يعني شوف البشاعة مش حبيلة تكون أهون هي كلها يعني أمر تقشعر له الأبدان لكن هذا السلك من حديد مكريو حتى الآن ما زلنا ننشر الحوايج في سلوكة الحديد كانت حبة تتخلص تتهنى من تصفي الجسد تاع راجلها كاغيمو تصفي من حياتها كاغيمو دونك ديسيدات هي والعشيق تاعها والجاني الثالث وهو وليد خوها باش يقضيوا عليه ويقتلوه في صبيحة عيد الأضحى وكان وليد صغير في ذاك النهار غير يسقسي على بابه وتقول له يماه روح ما تسقسينيش ما على باليش وين راح على باليش وين راح وفي الليل وفي نفس هذاك النهار وبعد ما نقصت الحركة في الحي الناس كامل دخلت للزيارة خرجت حدة وعشيقها عبد الرحمن ووليد خوها حفروا في مكان ما كانش بعيد عن الدار وثماك قروا باش يدفنوا الجثة تاع عمي رشيد شو ديرينا تراك شوف يا هاد الحكايه كامل تكشفت بعد ما مصالح الامن استدعاو حده لانهم كانوا لقاو القبض على وليدها وليد وحبوا يعرفوا منها الحكايه وحقيقتها طبعا حده رفضت وقالت لهم ملي مات باباه وهو على هذا الحال والحومه كامل تعرف وتشهد كاش منها جات لتماك هضرت معاهم كي هضرت معاهم الا انا الانيه دونك نكرت واش قالوا كاع بلي ما كاش منها ايتو لكن بعد ساعة من الاستجواب تاعها صرا أمر اللي خلاهم يزيدوا يشكوا فيها ويتأكدوا باللي راهي مخبيه شي عندنا كاع المعلومات بالك الوحدة تاع اللي طلقوها هادشي جاو قلبوا تما ما بانت لهم والو طلقوها راحت الوحدة تاع الصباح قدام دارهم قدام عند الباب تاع دارها وبدات تحفر كي بدات تحفر باش تجمع العظم تاع راجلها اللي مات اللي قتلته هي الجيران شافوها بدات تحفر سمعنا شغل الحفير ودعنا قلنا باقا دي هبلة تانيك البعد لحقت زوج ثلاثة تاع الصباح سي بايات ما كان بان بلي ما كان والو غدوة من داك حنا نضنا نسخاو ونلقاو البلاصة محاصرة كاع حدا كي خرجت نص الليل من عند الشرطة راحت تجري للمكان اللي دفنت فيه زوجها من 13 سنة فاتت وبقات تحفر وتخبي في الشي اللي بقى منه حولت واش بقى من جوجها وبعد ما الهضرة وصلت للمحققين وتأكدوا من الحكاية بطريقتهم الخاصة بعد الشرطة بدأت تحفر 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 على حساب تحفر تحفر لقوا العظم سمعنا واحد من تما يهضروا تسمع تخرعج كذا وكذا العظم بعد يشوفوا واحد الإنسان طبيب قال هذا طبيب شرعي لابس طبلية بيضاء بعد يشوفوا الإمام جان تما بعد من الإمام شكون تاني جاء إنسان الله يبارك ما شاء الله بكوستيما وكذا قال هذا وكيل الجمهورية تاع السيكتور هذا عملت بعد خرجوا العظم داروا في ما بشوف فاش داروها الله اعلم خدمتهم هذه وبعد ما ضغطوا عليها في تحقيق ثاني وعلى عشيقها عبد الرحمن وواجهوهم بكل الادله المتوفره انهار حده واعترفت بكل التهم المنسوبه ليها غدوه من ذاك رجال الشرطه تقدموا النقطه وين نسكنوا حنايا جاب دخلوا للدار جابوا معاهم كلب بداو يشموا ما على بالناش كيفاش الاجراءات هذه ما نعرفوهاش اي سي بون بعد عرفنا باللي ما المعلومات اللي كانت تما تاع الجيران دا عرفنا باللي باباه راه مدفون في الدار حنا هذا سبحان الله العظيم هذه ما سمعنا ما كيفاش دفناته كيفاش قتلاته كيفاش دا ما على بالناش كي كانت تحكي على الجريمه تاعها دونك جبدت اطراف القضيه تاعها دونك لي شاركوها شركاء تاعها في الجريمه شكون هما كان عشيق تاعها في 93 اللي كان معاها حتى عبد الرحمن اللي تزوجها بعد مده بعد ما ضغطت عليه المصالح الامنيه وقدمت له كل الادله بانه راهو مشارك في هذه الجريمه اعترف وقال بلي هي اللي دفعتني لهذا الشيء اما وليد خوها اللي كانت وصلاته الهضره من عند الفاميليا فكان هارب لتونس ولولا أن المحققين والتنسيق الأمني بيناتهم اللي لحقوه قبل ما يهرب لأنه كان عنده نية أنه يخرج من الوطن نهائياً.
الجريمة بعد 13 سنة كل تفاصيلها تكشفت، وعمي رشيد اللي كانت الناس كامل حاسبة بلي راهو من ضحايا العشرية السوداء أتأكد فيما بعد أنه ضحية جشع الزوجة تاعو وتخطيطها الشيطاني. بعد اكتمال كل الإجراءات القضائية تم الحكم النهائي على حد ب 25 سنة سجن النافذة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وبنفس المدة تم الحكم على زوجها عبد الرحمن لأنه كان يواجه نفس التهمة. أما وليد خوها اللي حاول الهرب فتم الحكم عليه بمدة 15 سنة سجن نافذة بتهمة المشاركة في القتل. للأسف حتى لو الجنات أخذوا جزائهم أمام العدالة، لأنه نتيجة والأثر تاع تربية وسلوك هذه المرأة المدعوة حدا كان بزاف كبير في الأخير. فبنتها صغيرة كبرت وكبر معها شرها، وحتى هي في يوم من الأيام خطت هي وصاحبتها باش تسرق واحد الشاب، وبالفعل اداوه في الليل لواحد المنطقة فارغة، وفي هذيك اللحظة خرج العساس وكي جرام وراهم هرب هذاك الشاب بسرعة. العساس فيما بعد حكم بنت حدة، وكي حاولت تهرب ما لقات أمامها إلا أن الضرب بالفعل دارت هاد الشي، والعساس المسكين مات متأثر بالضربة اللي جاته في راسه. البنت وفي سنة 2012 حتى هي دخلت السجن بتهمة القتل العمدي وفق الأدلة اللي تحصلت عليها مصالح الأمن والتحقيقات القضائية. كل واحد يتابع فينا الآن لازم يعرف أنه هذه الحكاية جبناها من عمق الجزائر العميق. حدا العلجة عبد الرحمن وعبد الهادي كلهم شخصيات حقيقية وموجودة في واقعنا الجزائري. نتمناو أنه أحداث الحكاية ما تتكررش داخل الأسرة الجزائرية. كل أم راهي تتابع فيها الآن، خليني نخبرها ونذكرها أنه تربية هذا الجيل مسؤوليتك، فتأكدي أنه مسؤوليتك كبيرة وكبيرة بزاف.